بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، أينما يصلكم صوت زهرة الحياة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد معكم اللقاء في كل أسبوع مع برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء، واللي نستقبل فيه مجموعة نيرة ومجموعة طيبة من الأطباء، وكذلك الأطباء وفي جميع اختصاصاتهم، وكذلك أيضا الإطار الشبه الطبي. وكم يسعدني اليوم أن أستضيف لكم أحد القامات الكبيرة، وهو في المجال التمريض في ولاية القيروان. ونحن نعرف اللي مدرسة علوم التمريض في القيروان أنجبت العديد والعديد من الممرضين الأكفاء، نلقاهم خاصة في جانب كبير منهم، خاصة في دفعة أواخر 70، منهم من التحق من مستشفى الرابطة في تونس، وهناك أيضا مستشفيات أخرى في سوسة وفي ولايات أخرى. وكم يسعدني اليوم أن أستضيف لكم السيد عبد الرحيم السبوعي، وهو ممرض رئيس وناظر في وحدة الأغالبة في ولاية القيروان، ناظر سابق. سي عبد الرحيم، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الحياة FM. شكرا سي زبير على الاستضافة، وهذه لفتة كريمة من حياة FM، وكذلك نشكر الأخ المدير العام تاع الإذاعة السيد الدكتور محمد وكافة العاملين بالإذاعة، وهذه لفتة كريمة وإن شاء الله تتواصل، وهي تشجيع لمن للممرضين الحاليين ولمن يحيلوا على شرف المهنة. قدم لك روحي سي زبير. أنا عبد الرحيم السبوعي، درست في المدرسة الابتدائية بالعلاء 6 سنوات، ثم تحولت لمعهد حفوز 70. بعد 3 سنوات كانت توجيه المعهد المنصورة، وقتها خليت شعبة اقتصاد وتصرف، تحصلت على دبلوم في هذه الشعبة، ومعادلة وقتها تسمى شهادة معادلة لشهادة البكالوريا. بعد ذلك عرضت علي عديد الشغل في أماكن عديدة، لأن موت أختي الأولى والثانية كان وهم أكبر مني سن، كان لي دافع لأن أتوجه للمهنة الشريفة والتي أعتز بها حاليا، هي مهنة التمريض، حيث درست في مدرسة علوم التمريض بالقيروان في 70s سنة 78، وكانت أنجبت العديد من الزملاء ذو كفاءات عالية، وكانت الامتحانات تجرى في سوسة مدرسة العلوم التمريض بالقيروان المهدية مونستير سوسة وقسرين، وكانت الامتحانات صعبة جدا، كانوا الاختبارات أولا اختبروا الاختبار الكتابي، من بعد اللي ينجح في الاختبار الكتابي يمر للتطبيقي، وهذا العيب في التمريض الحالي وفي المدارس العلوم التمريضية الموجودة حاليا، حيث ألغي امتحان التطبيقي، والممرض هو أولا يكون النظري مهم لكن التطبيقي أهم. نعم. وكذلك بعد ما تنجح في التطبيقي تمر إلى الشفوي، وتذكر وقتها 14 مادة شفوي، وكانوا يمتحنون أطباء ليس لا أساتذة في التمريض، ولا كانوا أطباء وكل واحد في اختصاصه. وأتذكر أن كان وقت الامتحان في الصيدلية عسكري، تحية لجيشنا الوطني، برتبة عقيد. بعد ذلك كانت الاختبارات تصنف التوزيع، ما كناش نبقى أو برشا ننتظر العمل، بعد 3 أشهر أو شهرين من جوان حصيله في أكتوبر عين جميع الزملاء الناجحين
فأخذوا المتفوقين إلى تونس العاصمة، الرابط على حبيب حامة ثامر وشرنيكور. وأنت كنت من الأوائل. أنا كنت في دفعتي الثالث. نعم، الأوائل من الأوائل. فكنت توجهت الرابطة، فوقع قبولي بقسم الإنعاش بقسم الجراحة، وعلى رأسهم وقتها قسم الأستاذ سعيد المستيري الله يرحمه، وتحية لابنه رئيس قسم توا في المرسى، جراح مثل أبوه. ومن ثم قعدت قش من عام، قعدت 8 سنوات في الرابطة، وكان يسمح لنا القانون قبل نشتغل في القطاع العام والقطاع الخاص. أيوة. فبعد 3 أشهر تحولت إلى مساحة خاصة، بقيت كممرض أشتغل في العناية المركزة مدة 2 شهر، ثم وقع بعد تعييني ناظر عام، وباشا من التمريض في القيروان يعرفوني في هذه المساحة، كنت ناظر عام لهذه المساحة الخاصة تحتوي على 160 سرير. وكذلك لقيت في هذه المساحة وكذلك في المستشفى من أساتذة أجلاء، تغرمنا بالعمل وحب العمل. ومن بعد ذلك في المستشفى الخاص نلقى ثلة من الأطباء العسكريين، وعلى رأسهم المرحوم وأستاذي وأب الروحي للي والذي زرع في حب العمل وحب التمريض، هو المرحوم محمد الظاهري، كان رئيس هذا الأطباء، عميد الأطباء للإنعاش والتبنيش. تعلمت منه الكثير، وخاصة الانضباط والتطبيق بصفة عامة، وكان حريص جدا، وطلب مني التحاق للمؤسسة العسكرية لأني رفضت. بعد ذلك قل قائل علاش سبب الرفض عدم الالتحاق بالمستشفى العسكري هو المستشفى العسكري؟ وقتها أنني مشيت عملت أسبوع نلقى صرامة حادة مش زي المدني، وكان الحقيقة ما تأقلمتش معه، لا هو الحقيقة من إحاطوا بي سواء في الخاص أو في المستشفى العسكري، لكن بعض الزملاء في المستشفى الرابطة أثروا علي شوية وما مشيتش. وكانت علاقتي بهم ممتازة. بعد ذلك رضاء لوالدي طلبوا مني أن الرجوع إلى القيروان عام 87، قعدت حوالي 3 أشهر في الفترة كل 6 أشهر، إلا أن العام وقتها اشتغلت في العناية المركزة بمستشفى ابن الجزار في القبة، إلا أنني لم ملقيتش الأجواء، والراتب كان ضعيف الوقت حوالي 187 دينار. هذه فين عام تقريبا؟ عام 87. هو. إلا أن غادي الراتب في الخواص مغري، يفوت وقتها الراتب اللي كنت أتخص أستاذ مساعد، أنا أخذ أكثر منه في المستشفى الخاص. هو. فعدت إلى تونس العاصمة، وخلال وجودي بالقيروان نلقى الأولاد وقتها يعملوا في مطار الالتحاق بالوكالة التونسية التعاون الفني. التعاون الفني، وقت عملت ورقة من غير مبالات ورسلتها مع الأولاد هنا في القروان، وبعد 6 أشهر أو 7 أشهر جاتني الرد إيجابيا، فالتحقت تحت تأثير زوجتي الله يسامحها، لأن الشغل في تونس العاصمة أفضل من، والمدخول كان أفضل في الخاص في تونس العاصمة أفضل من راتب. لكن تقول لك في السعودية ربما تكون هي كانت باش تاخذني أول حاجة أمنيتها أن تحج الحج، فقلت لي هذه فرصة باش نمشي ونحج وأنا نشتغل، هي لأن هي ممرضة فأنا عقدين، قلت لي أنا راتب وأنت راتب معناها كان الشغل بعثت أنت وزوجتك. أنا وزوجتي لأن هي ممرضة، وكانت وليت سافرت المملكة السعودية. وقبل ما نتحدث على العمل متاعك في المملكة العربية السعودية والمدة اللي قضيتها، حبينا نسألك
على مدرسة علوم التمريض بالقيروان في البداية السبعينيات وانت كنت في في البروميسيون الثاني هكا ولا الثاني او الثالثة او الثالث كان هناك اطباء يقري فيكم تذكر بعض الاسماء من الاطباء اللي قروكم؟ دكتور رشيد مفتاح ربيع تيسة الدم شفاش كان يقري فيكم؟ قري فيه في كارديولوجي القلب. ايوا دكتور مرحوم حسنات الله يرحمه البنمو الصدرية دكتور كشريد أظن أنه توفى رحمه الله كان قرأنا التشريح الأناتومي دكتور زن مهداوي هو كان حال فات عيادة في الحي التجاري كالأطفال مدام هند البراق أعطيها الصحة والعافية صيدلانية طول عمر صيدلانية قررتني صيدلية الحقيقة كانت وكان تنافس كبير وكانت حب المهنة هو اللي يطغى على الجميع ما كانش توا نمشي أنا التمريض خاطر فيه شغل في تونس وفيه شغل في ألمانيا وفي الخليج وأكثرية لأن العمل هذا اللي ما تكونش أنت مغروم به وتحبه وتعطيه من وقتك وتضحي ما تطولش وما تنجحش فيه به. سي عبد الرحيم كيفاش كان الإقبال قبل ما نتحدثوا بتبعت الحال عن رحلتك السعودية كيفاش كان الإقبال على المدرسة علوم التمريض في السبعينيات؟ كان إقبال كبير ما كانش مثلا صعوبات يجب يكون عندك مثلا باك ولا يكون عندك؟ لا ما كانش كان أول دفعة تذكر ثم احنا ثلاثة أيوة. المغرين شهادة تعاد شهادة البكالوريا أو الدبلومات والبقية كانت مستوى خامسة وسادسة وسابعة مو فيهم أقسام في أد سوانيان وفي لا قبل وقت اللي دخلنا احنا يضري من 75 ما عادش درس المساعدين التمريض وقتها وبدأت مختصة في تمريض ممارسة الصحة العمومية كانت غادي الحقيقة كان أول ما لقيت الأستاذ محسن السيس ربي يعطيه الصحة توا قاعد قابل فيه قل له سيدي المرحوم بالقاسم المجبري سي محمد ديواني هذوما اللي كانوا مشرفين يزون الستاج وفي المستشفى يقعدوا يراقبونا في التطبيق نعم توا سي عبد الرحيم تعش مش تعمل انت توا تعش مش تعمل مش تلبس السبتة متاعك امباركومون ايميديا والطائرة مش تهزنا توا الى المملكة العربية السعودية نحن اذا في الطائرة وسنرحل الى المملكة العربية السعودية اين سيحط الرحال ضيفنا سي عبد الرحيم في السعودية وهذه المغامرة التي ذهب اليها بتشجيع من زوجته وهي في حد ذاتها تريد أن تقوم بمناسك الحج أو العمرة وهي مناسبة نعم وهي مناسبة باش تكون في السعودية وباش تقوم بتجربة ومغامرة جديدة كيفاش كانت الظروف العمل غادي وفينا سبيطار خدمته والمدة الزمنية اللي قضيتوها وهذه كانت لكش ربما تجربة جديدة ويعني خبرة جديدة في مجال اختصاصك وهو التمريض هي بالحق تجربة نقوله صعبة لأني وقتها تركت ابني عمره سنتين ماما ماتوا في الكاف وسافرت ولما خلطت أنت وزوجك بتبيع أنت وزوجك سافرت مع زوجتي وخلطنا الطائرة حطت بنا في الرياض يا سي عبد الرحيم يعطيك قلبك تخلي ولدك عمره عامين وتهرب عليه والله كانت الظروف صعبة لأن غادي يحكوا لي الأولاد لا فدلك معك وراي لا هي كانت لا مش صعبة صعبة جدا صعبة جدا ولما أتذكرها إلى يوم من هذا أبكي الحقيقة أصعب فترات حياتي نعم فهمني خلطت للرياض نلقى واحد تونسي في الأوتيل السلام عليكم شبيه يعني الحقيقة ما كانش عندي في تونس العاصمة اختلاط ما كانش وسائل الاعلام كما توا معناها تنظر التلفزيون السعودي والخليجي اثواب وعاد خلطت الحقيقه استقبال قعدت في الريسبشن شويه نلقى في الريسبشن مضيف تونسي
طلعت الغرفة وصلت زوجتي ورجعت بهذه نسأل فيها الأجوان. قلت له الحساء هذه مازال، قال لي لا غدو الطائرة راح مازالت بعيدة. المكان أنتم هبطتوا في جدة؟ لا هبطت في السعودية. هبطت في من تونس الرياض ورياض جدة، هبطت في جدة ومن جدة الرياض. نعم. من بعد من الرياض البقعة اسمها هما مدينة الحساء، أما المطار يسميه مطار الهفوف. كانت تذكر في حرب الخليج ذكر عديد المرات مطار الهفوف لأن القوات الفرنسية كانت موجودة قربنا. وهبطت الحسيل ويمتخل ذلك السباح، مشيت حطيت الرحاب، استقبلوني الحقيقة، عرضتني سيارة في المطار، غذتني أنا زوج تابع لإدارة الشؤون الصحية، ثم عندهم هما غادي في المستشفى سكن الضيافة. قعدنا 15 في اليوم ضيافة، ومن بعد مدونا بسكن عوائل. مشيت عملت تست مع بعض الأطباء غادي باش يوجهوني في أنا قسم، وجهوني القسم الإنعاش في مستشفى الملك فهد بالأحساء. قعدت اشتغلت هناك في حوالي سنة، من بعد طلب مني أن أشرف على قسم الاستعجالي بنفس المستشفى. قعدت حوالي سنة. معناتها عملوك اختبار ومن الملول عملوك اختبار. هي تعمل اختبار باش يشوفوك شنو المجال تنجم تنجح فيه في أنا قسم. هذا هو. لأن السي في متاعي وقت اللي أنا كنت اشتغلت في العناية المركزة سواء القروان سواء في الرابطة، فالقوا وعملت براتيك ولاحظوني وشافوني خلوني في قسم الانعاش. وبعد عندهم استعجالي، هما الاستعجالي متاعهم جميع الاختصاصات. ايوه. هبطت الاستعجالي، وبعد طلب مني ذاك طلب غريب اتذكره في بقعة اسمها الربع الخالي. نادالي مدير الشؤون الصحية قال لي انت وزوجتك وعندنا دكتور تركي لا يتكلم عربي ولا يتكلم إنجليزية ولا فرنسية، اللي كان اللغة نتاعو يتكلم ألمانية، يتكلم ألمانية والتركية. كيفاش باش تخاطبوا معاه هذا يا سيدي؟ هذا قال لي لا، قال لي مش تمشي، هو مش يدخل وانت مش تغطي لي 14. ومن بعد نعمل لك زيادة في الراتب واحد. قلت له دكتور شكون؟ قال لي لا مش تمشي انت، والحالات الصعبة تحولها والبقية تعطي علاجات. فمشيت التجربة كانت فينا مريرة، 400 كيلومتر في قلب الصحراء في الربع الخالي. كانوا هو اسمه على جسمه الربع الخالي، كان مكان مفقع طريق لما تهب الرياح يحطوا هم البرامل متاعنا ذوك متاع الواحد يحطوهم يجمروا بهم المكان، مكان الطريق أيه. وكيردمهم الرمال اللي يزيدوا يحطوا فوق منهم برامل اخرين. هذه على مستوى الرؤيه، هذه باش مش انت باش ما تضيعش الطريق، لانك اذا ضعت في الصحراء يولي كل الرمل وكل التراب ما عادش راشي ضيع في وسط. انا حقيقه شاهدت عديد الجماجم البشريه موت الصحراء. اي لان لما تضيع في الصحراء في الربع الخالي وتكون مش ابن البلد ما تعرفش الطريق وظل الطريق، هما البدو نتاعهم يدلوا الطريق بالنجوم. يعرفوا بالنجوم يمشي. ما لحقك قريت علم الفلك قبل ما تمشي للسعودية؟ لا كانوا هما السواقين. تذكر مرة مروحين بالليل والسواق عنده الربو وكاجاته حساسية وأخطى بينا في الطريق، وزوجته كانت معاه اسمه علي تذكر، قالت له لك أخطأت الطريق. قال لا يا حرمة لا. واحد من بعد نزل بدأت تسمي له في النجوم، كان هي رغم هي لا قارئة شيء بدوية، بدأت تسمي له في النجوم. لا قلت له الطريق على الشمال. ورجعنا فعلا تبعنا كلامها، تبعنا كلامها 25 كيلومتر دخلنا نقل برامية لذلك الطريق. معناها شوف الناس الخبرة كيفاش كانت عمراء معناتها وتعرف بالنجوم طريق مش دور الطريق بتاعها. يعيشوا في الصحراء، أنا بدو عندهم الإبل ويتنقلوا يعرفوا الصحراء الربع الخالي يعرفوه بالقداء. والحصيل وصل يعني مسافة 400 كيلومتر تقريبا. 400 كيلومتر في الصحراء مش قدرني. بعد السنين الأخيرانية سمعت لأنه معنا عملوا الزفلت ولا معبد كما ينبغي معبد. ومن بعد في الإضاءة وفي الإضاءة الإضاءة كان بالجروب، المستوصف كان عنده في جروب كبير زوز يقص واحد تلقى واحدة، والقرية كاملة عنده جروب تاع كهرباء.
حصل واشتغلت لحالي أنا وزوجتي 14. هما الحقيقة هما القبيلة وتحية ليهم مذيفين بني مرة آل المري. الحقيقة كنت شهري ذم سمحني سي عبد الرحيم ذم سمي متاع قبيل أي قبيلة بني مرة بني مرة أيوة آل المري والأخرى اسمها هذه يبرين البقعة اسمها يبرين والهجرة الأخرى هما الزوز اللقب متاعهم مري واسمها الخن الخل الخن هكا فهمني. فاشتغلت حقيقة أول ما مشيت نلقى دكتور تركي في حالة هستيرية نفسية متأزم لازم الظروف ما عجبتوش ما عجبتوش ومش عارف يتعامل معهم وما يفهمهم هو ما لا يفهمهم. الحصيله جاني واحد قال لي راهو الدكتور هذا ما تفهم منه شيء لا قال لي راهو نهار الجمعة مش نجلدوه يجلدوه اي قلت له عليه قال لي لانه ما يصلي يا اخي هذا التركي مسلم ما يصليش هو الحقيقه مشيت نلقاه في حاله نفسيه متازمه حاط نتذكر البيرو نتاعو كله غبار حاط الخيار وبنان قدامه عادي على المريض المريض يحكي له مش فاهم عنده 3-4 عيوات الكل يعطي كان فيتامين اي دواء يعطي الفيتامين بحذايا حصلوا جبت مراسله كتبت مراسلة وهما في بالهم بيا من قبل المندوب شؤون الصحية في باله بيه كتبت وعدوا أنا خفت لأنه بيجلدوه صابح بعد يومين كتبت قلت له كذا كذا وعدوا هذا ثم مريض حاولناه قلت له أنت الدكتور هذا ترك قلت له برا أنت هبت الإدارة الصحة شوفه معهم وكتبت الجواب بالعربية أعطيته للسواق ما رجع لي شيء حصيل وقعدت انتظر مش بثوا لي دكتور هم عاملين باللول قالوا لي مش تقعد وحدك بس عبد الرحيم المكان اللي مشيت وقلت لي خلاوة قفا فيوش على الأقل المعدات مستلزمات معنا فيه الإضاءة يعني قلت لك فيه الوسائل معناتها المجدية لا هجن قلت لك بالناحية الآلات الطبية الأدوية ممكن ما تلقاهاش حتى في تونس العاصمة فهمني جميع الأدوية تتوفر حتى في المدن هم عندهم لأن كان الملك عبد الله الله يرحمه حريص جدا على البدو الجوانب الصحية كان مهتم بها توفر جملة أدوية ما قلت لك الصيدلية اللي عندهم ما ليش كيفها معناتها توا سي عبد الرحيم كل طبيب وكل ممرض أو كل إطار طبي وشبه طبي يلقى كل الظروف الملائمة الظروف تشتغل وهم الحقيقة تلقى الظروف ملائمة كان الإطار الطبي على مستوى التخاطب لكوميونيكاسيون بتقاشي مثلا بعد هما اتجهوا للجنسيات العربية أكثر بتبيع توكيد بواحد يخدم سودانيين مصريين توانسة هو إشكاله سي عبد الرحيم يبعثوا ممرض يبعثوا بحث طبيب ما يتقنش حتى لغة كان لغة تركية ولغة يقع صعوبة بعد نقاو هنود معنا بالإنجليزية احنا على الأقل لغة الإنجليزية وسيرتو في التير ميديكال بالإنجليزية ما تبعدش برشا على الفرنسية صحيح صحيح لغة طبية تلقاها متقاربة جدا والتونسي بطبيعة حالي نلقاو مثلا احنا كنا أنا مثلا ما كانش إنجليزيتي جيدة بعد سنتين ولات إنجليزية بتاعي جيدة سي عبد الرحيم نحن نقولوا التونسي بصفة عامة ذكي ويتأقلم يتأقلم هذا هو معناته والميزة في التوانسة احنا وقتها في التطبيقي احسن حتى من الدكاترة اللي يجيبوا فيهم نعم. مثلا مشيت انا نلقى الصوند جاستيك هيك الانبوب المعدة يحطوا اختصاصي في المعدة دكتور اختصاصي احنا في تونس نعملوا احنا اي حاجة احنا اللي هنا في الغرز يجيبوا جراح مش يعمل غرزتين احنا تخطيط القلب نقام جايبين فيليبينيين حاطين تكنيشن اكي جي معنى اختصاص في تخطيط القلب رغم تخطيط القلب ما فيه حتى شيء جهاز تركبه واحنا هنا توانسة كل نعمل تخطيط في الاستعجالي في اي واحد ما عملوش دكتور والتكنيشن هذا يخلص راتب تونسي مرتين جينا احنا توانسة قلنا لا يجي مثلا الطبيب يطلب لك تخطيط القلب انت تمشي ديريكت تعمل تخطيط القلب من غير ما تستنى الفلبيني اللي يجيك مشينا نلقاه مثلا نسحب الدم للابوراتوار احنا في المستشفيات عندنا احنا نسحب الدم التكنسيان بتاع التحليل يحلل البركه مشينا نلقاه توانسه مساكن ما مش متعودين بسحب الدم يعني هنا في تونس يمشي يلقى الدم حاضر يحلل ولينا خذينا احنا على عاتقنا
ثم باش حاجات تفرق. التونسي في التطبيق هما أعجبوا منها. مرة في الاستعجالي كنت جانا دكتور من الوزارة عملنا لنا كوسيام ذا تيست بالممرضين بكل بالأطباء. آخر تونسي خذا كما أول طبيب دكتور آخر عدد خذا تونسي ممرض كما العدد اللي خذا أحسن طبيب عنده. إيوا فهمني فريما معناه كنا في الممتازين على الحقيقة. وهذا نستغرب منه توا نقول التوانسي يا أولادي حتى الممرضين توا كيما تخدموا لبرا يخدموا في بلادكم. صحيح هو عامل فلوس معناتها يخدم يوري الوجه الطيب. لا لا التونسي فيك يخرج لبرا يولي ملتزم طيارة في الخدمة ديسبليني كل شيء يعمله. وفي تونس لما يدخل يولي العكس. الرحلة ذي تحكينا عليها سي عبد الرحيم وانت حملتنا في الطائرة إلى المملكة العربية السعودية والبقعة دي ذكرني في اسمها نسيتها الأحساء. الأحساء هكا فهمتني مولودة فيها بنتي. أيوه ما شاء الله. وخاصة قلت لي الطريق ما تعرفوش إلا بعلم الفلك والمرأة لقيتها من ربي سبحانه عز وجل بشورتكم الطريق. ونحن حبينا نعمل معاكم في هذا نحن بنا سفرنا معاكم وصرت معاك خلنا نعمل راحة نرتاح ونعمل إسكال نعم راحة فنية ونسمع وصلة فنية يأمن هنا اليوم بطبيعة الحال ابني وصديقي أيمن ليقة اللي رافقني في هذا في هذه الحصة تقنيا خاصة وعلى مستوى الديجيتال. ماذا عددت لنا يا أيمن خاصة نحن ضيفنا يحب محمد عبد الوهاب أغنية لمحمد عبد الوهاب.